امير، منتخب مصر قدام المنتخب المغربي بعد اللي حصل مع كوت ديفوار، بيننا داخلين المواجهه دي متفائلين حقيقي، يعني مواجهه كوت ديفوار كنا متفائلين بمنطق انه اللعيبه ان شاء الله تطلع رجاله، الروح تبقى زايده، وده اللي حصل بالفعل. دلوقتي انت بقيت بتتكلم فنيا وعلى مستوى الروح والاداء، انت بقيت متفائل قدام المنتخب المغربي القوي جدا. ومش بس عشان اللعيبه كانت رجاله كريم، لان احنا اصلا كمان نزلنا بتشكيل كويس جدا. أيوة. وكنا فنيا افضل بكتير من الماتشات اللي فاتت. صح. بص احنا كمصريين اعتقد اغلب الناس هتتفق معايا بنبقى متفائلين اكتر في الماتشات الكبيره. صح. انا بصراحه بخاف من السودان وغينيا بيساو، ما خافش من كوت ديفوار والمغرب. صح. او بخاف منهم، بس ببقى عارف ان زي ما كنا كان نتكلم الحلقه اللي فاتت قبل الماتش ان 50-50. انت عارف ان في حماس، انت عارف ان في رغبه في الفوز اكبر وتركيز اكبر بكتير من مواجهه المنتخبات الصغيره. ضد كوت ديفوار الحقيقه يعني احنا دايما كنا بنعلق على ايه؟ على خط الوسط. شو. احنا ما كناش بنعلق على خط دفاعنا ولا كنا بنعلق على خط هجومنا. احنا خط هجومنا كان بيروح بفرص كتيره بس عنده مشكله في الفينيشنج ولسه مستمره لحد دلوقتي. شو. واكبر دليل على كده ان احنا ماتش كوت ديفوار لحد الدقيقه 120 بيجي لك في كورستين سهلين جدا وبيضيعوا. شو. وكان ممكن تخلص الماتش. طيب خط الدفاع انا بصراحه شايف ان كروش لو ليه ميزه مع منتخب مصر هتبقى ان احنا خط دفاعنا بقى سوليد حتى في غياب الونش محمد عبد المنعم. الحقيقه انا بالنسبه لي توفيق كمان عمرو كمان عبد الواحد عامل اداء رائع جدا. فبالنسبه لي انت كمان مش بس الاساسيين، لا اللي على الدكه بصراحه لما بينزلوا بيادوا نفس الاداء، بيادوا بنفس الكواليتي. خط الوسط هو اللي كان عندنا فيه مشكله. ليه؟ لان احنا دايما كنا بنتكلم ان في لا مركزيه عندنا في خط الوسط. ممكن تلاقي عبد الله السعيد رقم 6، وممكن تلاقي النني رقم 8، وممكن تلاقي السولية في مواقف 6 وفي مواقف 8. فاحنا دايما كنا بنقعد نقول طب ما عبد الله السعيد ازاي رقم 6؟ ما هو اكيد طبعا عدد مرات استرجعنا للكوره والحده وان اللعيبه تبقى اجريسيف في التعامل مع المواقف الدفاعيه اكيد طبعا هتبقى اقل بكتير من ان لو كان مثلا موجود طارق حامد او لو موجود حمدي فتحي او لو موجود النني في مركزه، لان بصراحه ما كناش بنشوف النني رقم 6 اللي هو مركزه الطبيعي مع ارسنال. ضد كوت ديفوار الراجل اشرق حمدي فتحي، فبقينا شايفين ان النني لما بيلعب 6 منطقي جدا ان هو بيأدي بشكل جيد، حمدي فتحي لما بيبدل معه بيرجع هو رقم 6 وبيروح النني رقم 8 بنلاقي ان حمدي فتحي بيأدي بشكل كويس، ومعهم طبعا السوليه اللي احنا عارفين ان هو برده مميز ك6 و8. فبقت اللامركزيه في خط الوسط قادره ان هي تتعامل مع قوه خط وسط كوت ديفوار. وطبعا دور مصطفى محمد الكبير جدا وان كان غير موفق هجوميا، لكن بصراحه انا شايف ان هو لاعب دور كبير جدا في الضغط على ميشيل سيري، ان هو ما حسيناش بيه تماما. فالحمد لله يعني خط الوسط عندنا وترجمه تظبيط خط الوسط ده كلامك يعني انه محمد النني كمان كان افضل لاعب في المباراه. طيب